الخير. قصيدتي بعنوان عجوز في العشرين. في مدينتي امرأة عجوز بعمر العشرين، منذ زمن أعدم لها أخاً، قبل ذلك مات لها أباً، بعد ذلك أعدم لها ابن. في مدينتي لا تقاس الأعمار بالسن، ولكن تقاس بعدد من رحل. هذه العجوز ذات العشرين حلمت يوما بأن تكون امرأة ككل النساء، حلمت بأن تكون أما ككل الأمهات. أيضا في مدينتي هناك دائما من يختال أحلام النساء ويختال أحلام الأمهات. هذه العجوز ذات العشرين قد احترفت البكاء إذ تذرف دمها إذا ما نضب دمها، إذ تذرف روحها إذا ما نضب دمها. هي إذن دمعة عجوز بعمر العشرين.